مصدر طيب الذي يتمصدر محمد آل دنع. هل تتوقع ان فريق محمد آل دنع اللي يعني كون هل تتوقع انه راح ينتصر عليكم؟ هو محمد آل دنع الان في دوري الدرجه الثالثه مجمع عيال حاره ايه، فيبغى لهم سنين يوصلون للدوري الممتاز ان شاء الله. وش ترد عليها؟ اول شيء عوال حاره ملقمين 27 كوبري و86 هدف في شوط واحد، فاتوقع انه ما سله تلعبون انت. لا لا، هدف 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 هدف. طيب انتم تلعبون بالحاره يعني عندكم تمارين قبل؟ دقيقه دقيقه، عندنا ملاعب، عندنا حواري زفلت وتراب في وجه العدو، عندنا يا طويل العمر السلامه تراب اشكال وانواع. نعم. عندك البطحة، عندك خرسان، عندك يختلفون اللاعبين ولا هم نفسهم اللي يلعبون على البطحة، نفسهم اللي يلعبون على الحصب، نفسهم اللي يلعبون على الزفت؟ لا نفسهم نفسهم. عند لا لا لا، جودة الخلب هذا تطلع لك اللاعب الفاهم، لأن صعوبة في الحركة. وعندك بالنسبة للكباري اللي سجلوها كانت الكنادر فيها مشكلة، كنادر فيها مشكلة. أنا سمعت إن كم لقموا 26 كبري الكندرة، هي المشكلة كان في الكندرة. لا لا لا، البيتون ما فيها شيء الحمد لله، هو جودة عالية. شو اسمها هذيك السوداء؟ نعم، اللي بشير اي اللي علامه النجمه لا علامه النجمه، لا هذيك السوداء اللي تجيك لزق وتجيك ربط. طيب وش قصه انا بس وش قصه صارت مباراه بين فريقينكم؟ اوه لجتك بيضه من هنا بيج، عرفت اللي لجتك شموه بيج تنزل على في المدرسه ما تشوف احد شيء. اوف تنزل على اللي يعرف يلعب طق مع الركب. وش صار؟ وش اللي حدث؟ لا لا يا اخي، شفت الهجمه؟ تعال تعال دقيقه، في مقدم يا ابن حلال. اوه معلش يا الربع، انتم تباريتوا اخر مره. انا بس انا سمعت ووصلني خبر ان فريق محمد آل دنع كانوا جايبين معهم عصي، كانوا جايبين معهم حصى وحاطين خلف الجول. لا. ليش؟ لكي اذا شوف الا هذا مصادر في قانون، في قانون في كره قدم يقول اذا راحت الكره لا تروح رجله. إيه؟ عندهم اذا راحت المباراه لا يروحون اللي فيها. وش ما قد صار؟ يقومون بالمضاربه بعد كل مباراه، بعد كل مباراه، بعد كل مباراه. اول من يبدون فيه الحكم، والحكم دائما يكون من حاره مشعل، هم اللي يتسطرون حارات مشعل، هم دائما يتسطرون لانهم يكونون حكام ما لهم في الكوره، ما لهم، هذول المهايطيه واحنا اللي نفوز. كيف؟ ها؟ متى قد فزت؟ لا ما نقدر. أخبارك؟ قد قلت لك أنا أسحب عليهم. مقدم فاشل، مقدم فاشل. بعدين متى قد فزت علينا؟ من متى احنا نجمع عصية وقبل الملعب؟ لا لا ما غلى مزحوق حوك. هذه كل العصية حقت الأرض اللي بعد الفوز. إي صدقت. صنران ضران. لقينا الفوز والطرف حال. بعدين قد اتفقنا احنا نجيب فرقة بعد نهاية المباراة ونقطي الوضع. وسحبتوا انتم؟ اقول ما سحبنا يا اخي، مطفرين العيال. لا لا، كل واحد 5 ريال مطفرين، قطه ما قطوا. لا لا يا اخوي، الملعب دافع بحساب. ما عم حل، خلي بعضنا يا ايه، يا نروح سوا ولا نرجع سوا. ايه انا ولا انت بيمشي الحين؟ انا بالنسبه لي انا ما اقدر والله. حتى تروح روحنا معك. لا 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 ابدا، عيب عيب، اخلي بس بروح اجيب مويه واجيب. ماني مخليك ثق فيني، بجيب مويه واجي. ها؟ لا ابغى بارد. والله ما في ابرد مني. لا تعورني ابغى حار. عادي اكبر حجي. لا لا لا، انا بجيب انا بجيب. اصبر. هذه حار. ابغى كوب عشان اعدل. ها؟ ويش؟ تمر، بجيب تمر واجي. مولود انت اصلا التمر ممنوع هنا. بجيبه واجي. ممنوع؟ لا لا بجي. قلنا ممنوع احنا. بجي 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 بجي. لا لا تعال تعال تعال. ها بجي 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 بتمر واجي. ناخذ شاي طيب. بجيب، يلا خذ صب شاي. بجيب تمر واجي. لا بروح سوا ولا نرجع سوا؟ لا لا بجيب تمر واجي، ارسل ارسل. انا ابغى اندومي هنا. ها؟ ابغى اندومي. يلا. روح بجيب، روح انتظر. لا لا انت كرمني تفضل. لا لا انت روح. لا والله يلا روح سوا دقيقة. انت
تذكرت الاندوم من هناك. لا لا مو هناك، في في الدرج شفته. ما في وين؟ شفته شفته في الدرج تاب. بس العصير ما في. ب في الثلاجة. ما في والله ما في. في الثلاجة لا لا. وينه؟ شوفه هنا في الدرج الثاني. ما في كيف؟ في الثاني في الثاني. ما ينفتح. لا لا لا. ما ينفتح. لا لا. لا لا الثاني. مكسور. ما ينفتح. الثاني الثاني. شوفه شوفه شوفه. أحمد أحمد داني داني. يا الله يا الله، ايش في الناس يا رجل، ايش في الناس. قلبي كما قال آه معجب. تعال جاي تعال. أضحى التنايب بذيب تدانينا ونابع عن طيب لقيانا تجافينا. أين من مبلغ الملبسين بانتزاحهم وحزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا. يا سلام. أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم وقد عاد يبكينا. فالحل ما كان معقودا بأنفسنا. أسلم. أخذت الكتاب اللي تطلتني حق القصص أيام أيام العرب. أيام العرب بعد الإسلام. حلو. اللي تقرأ هناك. اللي كنت أقرأ هناك. بديت فيها اليوم نسيت نفسي، نسيت العالم حولي، ما صحيت إلا وأنا بالصفحة 80 وحولها. هذا اليوم بس. هذا اليوم. يوم منك هناك. اليوم أنا متأكد هناك. خشيت جو. أول شيء طبعًا تتكلم عن غزوة بدر، وبعدين انتقل لغزوة أحد، ومنها انتقل طبعًا فيها سرايا وغزوات. فيها أشياء صارت. ما هي غزوات كبرى، ما هي يعني أيوة. ما ذكرها لي التاريخ يعني حسب اللي انا قريته ما مرت علي. زي مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم انهم اخذوا ابل النبي صلى الله عليه وسلم سرقوها يوم الحقهم سلمة بن الاكوع. سلمة بن الاكوع العداء هو عمه سريع يا رجل سريع. جننهم جنن يتكلهم عند شجرة يقولك يرميهم بالنبال على رجليه على رجليه ويركض ويركض وراهم هو يبغى يأخرهم وكل ما ذبح واحد هو أو قتل عمه بعد المعركة ذيك صح؟ اي قتل عمه الحمد لله ذاكرة زينة. وهو يمشي كان كل ما ذبح واحد منهم حط درعه وبينه إيه عشان ينتبهون له السلب له ايوه عشان ينتبهون الصحابه بعد وهم هذا ايه نهانا قتلت انا اخذ السلب ايوه يعني. كان يحط ياشر يحط عليه علامه ويركض عاد يوم خلاص يوم يقول لك هو كان فوق الجبل وهم كانوا تحت عداء سريع ايوه فقالوا نبغى نجي نبغى كذا هو علمهم عن نفسه كان انا وش اسمه انا ابن هو قال بيت شعر اورتجز ان انا ابن الاكوع ما ادري ايش يقول المهم انه رضي عنه كان الشاهد انه كان يفتخر بنفسه ايوه الاكوع والله ما ادري ايش العجز الثاني هو زي البيت او شيء ايوه يوم كذا يوم عرفوه ايوه عرفوه انه السريع انه قال يعني ماسك ما راح تمسكون يعني وبس بلهيم عشان يجون يلهيهم ركض بهم قطع بهم الشعيب تقطيع يا رجل ركض بهم في غزوه بعد قولوا شيء يا اخي نسيت اسمها لكنها بعد بدر على طول ما تسمى غزوه بعد بدر على طول نذر أبو سفيان أنه لا يغتسل ولا يطيب ولا يقرب نساءه ولا أي شيء إلا لين يغزو محمد عليه الصلاة والسلام يأخذ بالثارة اللي مات في بدر كانوا صناديد قريش إيه كلهم كل واحد منهم عن 1000 صح فوالله ناس اسمها طلع معه 200 ظني فارس أو عدد زي كذا يعني وعدوا على طرف المدينة وأحرقوا من ال أحرقوا من الزرع ومن وما صاب واحد قتلوا اللي يعني من اللي دافع أنفسهم أما غلمان أما حارس أما زي كذا ورجعوا فالحقهم الحقوهم كانوا يحذفون تومينات اللي معهم من الأغراض اللي معهم عشان يحشون فأخذوا منهم من اللي طاح منهم
من دروع. خلصنا. لا 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 خذوا دروع وخذها. فهذه ما ذكرت مين مشهور. وفيه بعد الأحد حمراء الأسد. كانت قضية حمراء الأسد يوم جات يوم راحت قريش فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وراه قال إن كانهم جنبوا الخيل جنبوا الإبل جنبوا الخير ركبوا الإبل فهم يبون مكة وكان ركبوا الخيل فترهم بيعودوا معناها فهم كانوا بيرجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم توه منتهي من معركة أحد وقتل من المسلمين وتعبانين إيوه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن أرادوا المدينة لنا جزتهم إيه منزلهم دونها. فالشاهد إنهم جاء واحد من خزاعة وخزاعة كان حلفاء البني هاشم الإسلام وجهلي كان حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. فراح القريش وخوفهم إن محمد يعني صلى الله عليه وسلم منه معناه كلام الرجال ترى ما نهزم ترى جايكم وراكم أي. فهم كانوا ترى اتفقونهم يرجعون أي. نستأصلهم مرة واحدة فراحوا خوفهم فألقى الله في قلوبهم الرعب فانحاشوا القريش. سبحان الله في يا أخي فيه 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 لا في في شغلة صارت الحين غزوة الخندق نذكر في القرآن تفسير الآية أتوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. أنا كنت أقرأ الآية كنت أقول كيف من فوقكم ومن أسفل منكم طلع المدينة هم جايين من جهة من فوق وفي ومتحالفين مع من مع يهود. بني مع اليهود اللي هم بني قريظة قريظة أو قينقاع قريظة قريظة إلا بني قريظة من قضى العهد أي بني قريظة. ف شو أقول لك يعني صاروا المسلمين بالنص وخلفهم أعداء وأمامهم أعداء فيقول لك أسلم واحد من قادة القبائل اللي كانت مع عادها النبي صلى الله عليه وسلم غطفان من سيد الغطفان اي بس ما أدري والله وش اسمه المهم أيوة جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أعلن إسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل يعني لي بحيلة هو اللي قاله للنبي هو اللي قال إيه استاذ من النبي استاذ النبي صلى الله عليه وسلم انه بحتال على القوم بحتال عليهم وش سوى راح البني قريظة شوف كيف يا اخي شوف كيف فكر راح البني قريظة قال لهم ترى قريش راح ياخذون راح يهزمون محمد او انهم راح تستوي المعركه وراح يمشون عنكم يروحون لمكه انت ما حد راح يحميكم وعن محمد واصحابه وأهل المدينة ما راح أحد يحميكم ف هبطهم اي هبط عزيمتهم وش قال لهم قال لهم اذا تبغون تضمنون انهم يحمونكم اطلبوا منهم انهم يحطون عندكم احد من قبائلهم ابنائهم رهائن اي ابنائهم انهم يرهنونهم عندكم. فهم فكروا في الموضوع هو طلع من عندهم وين راح راح لقريش وش قال لهم قال لهم ان بني قريظة انهم راح ينقضون العهد اللي بينكم وانهم قال كلموا اي وانهم كلموا محمد واصحابه انهم ياخذون كبار من عيالكم او رهائن من عندكم ويسلمونهم لمحمد عرفت كيف فراح وراح البني شو اسمهم اللي هو منهم بني غطفان بني غطفان اي وراح لهم وقال لهم نفس الكلام اللي قال قاموا قريش وش سووا ارسلوا البني قريظة يبغون يشوفون كيف الوضع قال لهم بني قريظة احنا خلاص بنكتم على عهدنا اللي بينكم لكن بشرط اعطونا رهائن من عندكم تفركش ايه قالوا بس هذه وصية شو اسمه يا اخوش كان شو اسمه الله اسمه رضى الله عنها المحبة ذي عشان ما لخبطوا الاسم ايوه قالوا ايوه اجل هذوم يبغون الرهائن عشان ايش عشان يبغون يسلمونهم محمد واصحابه فنقض تم نقض العهد اللي بينهم بحيله سبحان الله سبحانه وتعالى ارسل عليهم الله ريح حتى كان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه كان تجمع واله من الناس من كل مكان القبائل جميع القبائل من هنا والله ما ادري من غير غطفان لكن تجمعوا عليهم الاحزاب صح وانقضت بني قريظه العهد فصفيه عمة النبي عليه الصلاة والسلام تجلت في ذا موقف قوي كان حسان بن ثابت في قلعة أو في حصن داخل المدينة متجمعين فيها الأطفال والنساء كان معهم هو مريض فجاء أرسل بني قريظة منوب بالغدر أرسل واحد يشوف
يحصن فيه رجال ولا يغدرون من غدره ياخذون يسلبون ينهبون ياخذون النساء والاطفال. فجاء ذا اليهودي قام يطوف بالمكان يطوف يطوف ولعله طمع فيوصفها في الكتاب ما ادري ذا ولا ثاني احد الكتب وصفها. قامت صفيه كلمت حسان ثابت الحسان تعبان رضي الله عنه الله عنهم اجمعين اربطت حقها او خصرها بالرباط اخذت عمود ويوم طلع وتضرب على راسه تفقع راسه او مات اي ذبحت دربي عليهم فوق الحصن. الحصن كان مرتفع دا فقالوا الحصن مليان رجال خلنا عزمه تقول الله بورطه بان الغدر فخلص جاءت غزوه الاحزاب ارسل الله عليهم الريح وكان برد اجتمع برد وخوف الاعداء من كل مكان وهم قله او قله قليله اي هم مسلمين وما قدروا اليهود من هنا اي ولا الاحزاب من هنا وبينهم خندق وشبه محاصرين خلاص يوم انهم كانوا بخيامهم قريش يقول ما قدروا يطبخون الماء اي الحين بجيك فيها هذه فقال النبي من ياتيني بخبر القوم فما احد قال انا كل يعني في النهايه كل واحد يخاف يعني مو برد وخوف ومعروف بيدرون قريش من هذا فوالله ما ادري هل هو قال قم يا حذيفه او اعتقد انه قال قم يا حذيفه فقام حذيفه رضي الله عنه اجتمع برد وخوف دخل بين قريش ابو سفيان داهيه بني اميه وهم دهاء كلهم لكن بني اميه معروف فيهم السياسه فقال ان فينا خاين هنا او فينا احد مهم منا او هم بخاين يعني جاسوس يعني فينا جاسوس هنا فكل واحد منكم يمسك بيد صاحبه ويساله يقول فمن دهاء حذيفه رضي الله عنه مسك بيد اللي جنبه قال من انت؟ اعتقد قال انا عمرو بن والله ما ادري من قال من هو نسيت اسمه فهو من دهاء مسك يده فاخذ خبر القوم انهم خلاص بيروحون بيغدون جاء ارسل الله عليهم ريح رجع للنبي عليه الصلاه والسلام ف من الأمان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ما تحضرني من الأمان جاء وانستح في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ورقد في وقت ما حد يرقد فيه ما حد يرقد من خوف ما حد يرقد من جوع تجمع لهم تراجوع وخوف وبرد والأعداء تجمعت عليهم ورقد فأرسل الله عليه أحيانا النوم في ذا الوقت حتى لما يكون عندك ترابط عند أحد المستشفى أو هذا البرنامج برعاية السيف جاليري آي ثوب للخياطة الرجالية آي أكلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة تمتع بالطعم الحقيقي للشاي شاي ثلاث تسعات شاي عالمي تعال معنا في منتجع مرة مميز مطل على البحر مسبح براد مسطحات خضراء مو بس كذا عندنا دورات تدريبية إعلامية ومسابقات وتحديات فتيان من 15 سنة إلى 18 راح نعيش معاهم أجمل اللحظات مع نجوم برامج الواقع ونجوم قناة بداية راح يكون في أضخم برنامج واقعي مسجل اسم البرنامج نيو ون أنت نجم وتبغى تدور على النجومية تعال معنا خليك نجم وإعلامي في برنامج نيون للحين ما سجلت سجل معانا السلام عليكم اسمي وليد حسين عواجي وعمري 15 سنة ولاعب خفة وحاب اني اقدم عليكم وليد وليد يا اخي وين الشاحن يا اخي طولت وانا دوري يا اخي والشاحن يا اخي خربت علي التصوير يا اخي اشغلتنا بسنباتك عطني شاحنك بالله جوالي طافي والله هاي سنبات يا ابن حلال هذا برنامج على قناة بداية بداية مرة واحدة اي قناة بداية شايف عمرك انت اي الحين في تسجيل برنامج واقع ضخم حتى شف
من عمر 14 إلى 18. والله؟ أي والله. شوف. وزيدك من الشعر بيت بخارج المملكة بعد. خارج المملكة؟ إيه خارج المملكة. لا وبعد في مسابقات وتحديات وضحك وناسة، حتى نجوم بداية بيطلعون معنا بعد. بالله بشوف. جب. أنا علي ودي أشارك معكم، ولا وأحسن من أخوي. جوالي. منورين الدنيا شباب. ما قبل المنعطف الأخير أو على وشك على المنعطف الأخير ما بقى شيء. ونوقف على هالمسرح ونتوج الأول والثاني والثالث ونجم الجمهور. أقول كل أمر يحصل في الدنيا خير. وتصل إلى مرحلة إدراك أن لابد أن تسلم للأمر، فلا نحيب سيفيد ولا ألم سيفيد، ولكن أمر الله قد كتب. من يغادر في هاللحظة؟ سيغادرنا شخص ما جد في أمان الله. صراحة راح منك زين يا نادر، يعني ما يعني دقي ما تبون الصدق، حتى بقول لك انا شبع. اذا تبون الصدق انا مشتهي شاورما. مشتهي شاورما؟ شاورما الخبز الرقيق. خبز ايش اسمه يا اخوي؟ دقيق خبز خفايا كذا اللبناني. خبز لا مع حمص اللي كان اللي كان اللي دقيقه خبز كذا احمر. ها مدام ما قد قفلت المطاعم اللي كان يا اخوي خبز ايش اسمه يا ورا جي ذكروني بس ما اسمع على طرف لساني. ترجات بيطلعون يجيبون ايش يجون. لا طلب يجي لهنا جوال ما عندي دارة. اسمع على طرف لساني عاونوني عليه تكفون يا فهد. عندي دارة اخذها. عاونوني على اسمه الخبز ذاك ايش اسمه؟ ترتلة. لا تنور. لا خبز عراقي اللي كان صاج ما ادري ايش. خبز صاج. لا ايش راك؟ ايش راك؟ ابوك الجنة والله. خلها بالله اسال وش اسمك؟ خبز خفيف. ايوه هو لا يعرف يعرف خبز خفيف. حط الشاورما عليه ثم الشاورما جيك صاروخ ذا طولها اقسمها نصين. طبيعي ذا طول ما راح اصير كل شيء بدون شطه. عرفت كيف؟ سلام. وحمضيات مثلجه من زود ذي الوجه. مندي لمسي لمسي. تقول وجه معجب. لا ابي ابرد من وجه معجب. اسمع وجه القيس. ابرد. الله يوفقك اعطيته بصمه. المهم اسمع يا عادلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفه. عندي 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 اتحمل الصدق المشروع. عشان صوتي مو بزين ما تخلينا نغني. اسمع لا يا طيب لا خلاص لكن ليش جلسني؟ طيب صالح ما اخذ حركه العاده انت تركب اذا جاء احدني يشرع علينا احدني يشرع علينا. تعال طقطق هنا ايه تقول كنسلوا خبز الله يستر عليك يا بعد وكنسلوا صياد الله يستر عليك يا رب. هيا 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 روح خذ جوالك عشان المقاطع يعني والله اللي بعتم امس معك 39 افنط سيريري يمكن علي خاصم 45 لا شوميلا يا مدلا شوميلا معجب ربيك يا اخي يا اخي. وين ثوبك اللي قبل شوي؟ داخل يا اخي. ليش تسرق من عبد المحسن؟ انت لك من اسمك لا معطيني عبد عايضه ما ادري عبد المحسن هو لك له من اسمه هو يتنقى الثوب ترى انا شايفين والله مع ثلاثه لحد الان.
والله هذا محسن وش انا وعاد انا وعاد ممتاز بس يردد انا اكتشفت ترى ملابس عندنا وجميع قاعد تدوير ايوه تلف شوف الشماغ هذه اليوم على نادر بكره تشوفها على ما تلف الا في شماغ الكابات فهد وقيس ضيع الكابات تتنقل والله كابات فترة انتقالات ما غير واحد اسمع ما غير واحد ما غير واحد هذا ملابسه له هو بس هذا منو؟ معجب ما تجي قدك والله ما تجي قدكم علي عساف الله يذكره خير والله على العساف اكثر واحد كان ياخذون منه العيال العساف قد والله ملابسي كلها اوفر سايز العساف ملابسه كل ملابسي ذاك اليوم كلها في المغسله بس ثوبه رقت طلع بطانيه طويل ايوه صح صح عشان ما يعطبنا عشان ما نجي في الحرب الله يبارك شلو 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 والله والله شلو 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 والله إنه شلو مسكني يقول والله إنه في بالي كلام من واجد أنت تعرف الواحد رجع على الكاميرا اي والله مغادي صح 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 وش يقول وانت والله انك بعد محاورك كويسه اهم شيء طعم الرسامه خلي بس قدامك المقدمه اسرع شيء محاورك حياكم الله اعزائي المشاهدين عندنا فقره كويسه الصدق من الاخر تعال 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 والله تقعد صدر الطاوله شنو الله بس علي صدر الطاوله امشي من صدر المجلس صدر الطاوله تدري ترى حالات التوحد ترى حالات يعني شلون اقول لك كل حاله تختلف عن حاله يعني في حالات تجيك مره صعبه غير يتدخل فيها اخصائيين ويدخلون فيها ناس كثير يعني في بعضهم ما يقدر حتى يعني يرجعونه يدمجونه مع المجتمع الا بعد فتره طويله لكن ما شاء الله تبارك الله محمد واتوقع ما شاء الله تبارك الله ثقافه ابوه ثقافه امه نافعته هو ابوه يقول كان يعني كان وضعه في البدايات كان صعب يعني شوي لكن يقول انا يقول دخلت مع الباب ذا يقول اقسم بالله اني متوتر ايه اللي بيسوي شيء سبحان الله ما ادري في ديلي وفاصل وكذا يعني دخل تكلم لا ما شاء الله تبارك الرحمن يا اخي انا كنت احسب التوحد شيء بسيط والله احسب انه شيء بسيط اقول انا صاحي قبل شيء لين جاء تكلم طلع الموضوع انه تدري عاد عنكم شغله اصلك معلومه تدري ان في علماء ما هم اي علماء يعني علماء من اضطراب التوحد معهم اضطراب التوحد في طياري في اطباء يا ويقول لنا جراح تخيل ترى جراح ما ياخذها ايوه في يا طويل العمر سلامة طيارة او قال لي في يا طويل العمر قائدين جيوش آه هم ما يثر على سلوكه صح يا اخي ترى الله اتاهم نسبة ذكاء عالية عالية ما نسبة ذكاء تقول له صح هو ما هو مرض نفسي لا هو اختلال عصبي اختلال في الاعصاب سبحان الله اول انا طلعت معه كان يوصيني يقول والله في شغلة اني كنت بوصيه ونسيته وش يقول ايش؟ يقول اوصي الاباء والامهات اذا صار عندهم يعني مريض توحد ما يحطون الاهتمام له ويهملون اللي ما يهمله صح قال لك والله يقول اي والله قال نقطه مهمه راح الكاميرا يقول اسمع ما يقول كان يوم من البدايات يقول اهملت دمشق أيه. يقول اهملت يعني ايش بتقول صرت بس خلاص طيب يقول اصد ادوي محمد أيه. يقول لين تالي يقول الحين جاي بالقناه عشان يقول اي مكان ابغى اروح انا وياك يقول الحين انت عايش وين امشي ما شاء الله تبارك الرحمن يا اخي عبد المحسن ثقاف ابوهم ولا ابوه بعد ما شاء الله عبد المحسن ما شاء الله مثقف وموعين نفسه وترى هذه اهم شغله انت اذا عندك مريض توحد لازم تفهم شو اسمه تفهم جميع شيء يدور حول التوحد كيف وش التوحد تعرف تعريفه تعرف درجاته تعرف طريقة التعامل معه تعرف طريقة كيف تتدمج مع أخوانه مع المجتمع كيف تتعامل معه كيف هو يفكر ينظر الأمور ترى سبحان الله هو قال كلمة هو صادق فيها ترى مريض التوحد ما هو منعزل يقول إنه جالس الحال لا ترى ممكن يكون جالس بيننا كلنا لكن كنا منعزل ليش لأن تفكيره تلقاه بلون شايف فوق ومركز فيه أو لمبة تشتت إيه متشتت ومركز معها كذا عشان كذا تركيز معالي إيه تركيز معالي كان في واحد تخيل سبحان الله مريض توحد يرجع مثل الآلة الحاسبة تقول رقم كذا 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 ضرب كذا 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 يجاوبك سبحان الله
جاوب بشكل مباشر ما يفكر جاوب بشكل مباشر كذا سبحان الله عنده عشان كذا عشان كذا يجيهم ضحك مفاجئ بكاء مفاجئ ليه والله لان ترى انه هو جالس معك في الجلسه ترى احيانا يتخيل شيء يعني يفكر في شيء ما هو موجود يعني عندي سؤال سبحان الله الله تام خيال واسع يفكر في اشياء غير الواقع يجي ضحك مفاجئ بكاء مفاجئ عندي سؤال لك هذه من الاشياء اللي لازم الواحد ينتبه لها وسبحان الله وبعد العجيب فيهم غير بكاء مفاجئ والضحك المفاجئ احيانا زي شفتوه اول يوم صفقنا يسوي كذا يقلد الحركه احيانا تلقاه هو يشوف الصفقه ذي يسمع الصوت بشكل مضخم مضخم عشان كذا قلت علمتكم قبل البث ايوه يوم جانا قبل البث قد ابوه قال لي جانا قبل البث قال احد صف قال الصوت العالي عنده حساسيه من الصوت العالي الصوت العالي سبحان الله الحين هو جالس يتكلم هو جالس على مين وابوه جالس يتكلم عن يقول مثلا مريض بالفرصة جينا تقولوا مدينة هذي متاجر ندشنها بيادينا بالفرصة جينا تقولوا مدينة هذي متاجر ندشنها بيادينا علمكم التجارة كل خطوة ومهارة وتصيرون تجار ابني بها كل دار بالفرصة جينا لا تقولوا مدينة هذي متاجر ندشنها بيادينا كل خطوة ومهارة تصيرون تجار ابني باكل دار هذا البرنامج برعاية السيف جاليري آي ثوب للخياطة الرجالية آيا كلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة تمتع بالطعم الحقيقي للشاي شاي ثلاث تسعات شاي عالمي البورصة جينا لا تقولوا ما جينا هذي متاجرنا ندشنها بيادينا علمكم التجارة كل خطوة ومهارة وتصيرون تجار ابني بها كل دار بالبورصة جينا لا تقولوا ما جينا يقول البورصة جينا لا تقولوا ما جينا لا تقولوا ما جينا يا حبيبي أقول لك شيء يا أحمد بيني وبينك يعني لو الشباب استوعبوا حجم وقوة هذه الفقرة بكرة النهار وش راح يصير تجي جنبي هنا ولا لك أمر شفت المحلات هذه المحل هذا تخيل إن قده شغلوا لي سبيكر عشان يسمعون ونحفز التاجر الصغير يعني شفت المحل هذا يعني متخيل بكرة النهار تتمرس في المتجر وباع المنتجات وسوق صح وصل للشيء اللي يبغاه فجأة تشوف متجر صالح البلوي الله ها وتشوف المقل ذا اللي في الزاوية هذا يطول عمره السلامة متجر ما أنت تتوقع فهد أتوقع فهد القيس فهد القيس كذا في تربة فتح له محل مرتب الله عرفت شوف نادر جاي الحين بيستاجر المحل الثالث ما شاء الله تبارك الله استاجرت ما شاء الله شفت زادت فلوس نادر هذا واحد اثنين ثلاث كم مساحتها تقريبا 10 في 15 10 ما شاء الله تبارك الله وعليكم السلام والرحمه كيف تفتحها معي ان شاء الله انت والاستاذ طيبين ابشر يا حبيبي بس ترى بدراهم شو بالسعر هي بدراهم عيوني لك انت بتفتح تجاره بتجيب دراهم وحنا نترزق الله هذا شغلنا ان شاء الله احنا سنين في الاعلام عشان يعني ها والله الله يطول عمرك الله يبارك لك والله جالس اقول لي يا نادر الصدق لابو حميد
يعني بكرة النهار إذا الله وفق ويسر. أما عايض أشهد المحلة بيتقفل من المخالفات أشهد ولا شيء. أرحب يا هلا يا مرحبا ويا مسهلا. كيف الحال؟ كيف الحال؟ طيبين. اليوم هذا ذهبي ما شاء الله. ما هو كل يوم اسمها كل أسبوع. إيه كل أسبوع. كل أسبوع. أرحب يا الشيخ. أيوة. طيب. هلا. هلا أدي المتجر هذا خلنا خلاص نأخذ. كيف الحال؟ ومسهلا. طيبين وش حالكم؟ هلا. العلوم طيبين يلا حنين. مرحبا انا الله يعافيك. حلو 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 والله ما يحتاج. والله ما يحتاج حاليك الله مقابلك. الله لا تظلم سم. لا تظلم. شفت ايش يقول؟ يقول لا تظلم عمرك. يعني الرجال ترى شاك في جمالك وجمال. انا ما قلت شيء الرجال هذا. جمال الروح. نعم يا حبيبي والله. ابشر ابشر ابشر. فلوس تزول تروح وانت باقي في قلوبنا. لا 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 ماذا عندك؟ لا لا في وجه الله في وجه. خلاص في وجه 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 في وجه. الله لا يوفق عدوكم والعم. كل واحد منفج خليه روح في الزاوية. روح في الزاوية. انت تفزع معه؟ روح في الزاوية هناك. والله ان اطلع من هنا واعلم ابوك. لا خلاص روح سامحنا خليني اسامحه. عمك عمك اللي جاء عمك. لا لا والله لا اعلمك. روح وانت معي رقم ابوك. روح هنا روح هنا الله يشغل عدوك. انت يا مشعل كنك لا تفرع. الله يبقيك. كمل 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 قهوة كمل قهوة. كيف الحال؟ طيبين يلا حي شلون؟ والله انت نسيت شكلي اذا جو الضيوف وانا نايم. الله المستعان. اي والله علي والله الشحم الله يبين ويجيب لك حظ. السلام عليكم ورحمه الله. يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلا. ابا اخذ علومك انت وبن دلع. ابا اخذ علومكم انت وبن دلع. بس خلونا اول شيء نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. وين اعطونا الكاميرا هذيك هنا يا حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مساكم اعزائنا المشاهدين كل مكان وفي اي زمان. لكم مني الحب والامتنان في حلقه جديده من فقره البورصه من برنامج الاستديو النسخة الأولى. إن شاء الله الحلقة اليوم تكون حلقة خفيفة ولطيفة وبداية خير. مع أن إن شاء الله نقول إن شاء الله بداية خير بس أنا ما أدري إيش بلا بندنعة وأحمد حنيف. أول شيء قبل لا أجيكم وأجي مشاكلكم اللي ما تخلص. شوف الحبل ذا واحد بيتربط به واحد بالشباب بربطه بالحبل ذي بس من هو ما ندري يا بندنعة. خل الحبل يقعد. خلونا نرحب أول شيء به مدير المتاجر احمد الغامدي. يلا حيه. شنو ابو حميد؟ والله بخير يا شباب عساكم طيبين. انا اشوف العدد ناقص ولا لا باقي باقي مش على القهوه. احمد دائما شغل يعني الكلام هذا اقول لك عاد شغال بس ما عليك خصم. ما عليك خصم. هو ترى سواها متعمد ترى سواه هو متعمد عشان يدري ان عنده صلاحيات ما هي موجوده عندك. اطفي انا المايك. المايك ما زال مسكر مغلق. طيب يا عيني شوف عايض الحارثي كونه متسابق عنده طول عمره السلامه خبره وباع طويل وماجستير ودكتوراه في تسكير المايكات. شوف بيزبط لك وبيرجع. اشكرك يا عايض الله يطول عمرك. وابو جابر خذيتها معه تبغى تساوي ذا في المايك. يلا تم. احمد كيف حالك؟ والله طيبين. ايش علومك؟ طيب. ايش بلاك انت والله؟ والله ان الساعه مباركه انك جيت. اني ادري اني ادري بس ايش بلاك انت والولد؟ هذا اذوه اذي. تعال تعال تعال. جاك عند؟ تعال هنا. تعال هنا هنا مو جنبه. انقلع انا. تعال هنا. لا بيجي 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 بس لا بفرقكم. الله يبيض وجهك يا نادر. يا سلام. تحية يا عيال عايض. شوف كيف؟ لا بس شيك على المايك ترى. لا الله يبيض وجهك. عايض لقيت المايك شغال صح؟ شوف الكاميرا اللي هناك فيها شو مسحها مسحها بالكاب. لا 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 مسح خلاص. خلاص. ترج 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 تعال ترج. ترج انتصرت. طيب
ايش مشكلتكم؟ صلى على النبي. اللهم صل وسلم عليه. لا اله الا الله وشيء. ممكن تسكت؟ لا تقول ما تسكت. شفت المداخلات هذه انا ما احبها، بعطيكم فرصه ارجع لاحمد بعدين ارجع لكم. وسووا بينكم دوار كذا وتفاهم وتناقض. خلاص؟ خلاص؟ وصلوا المعلومه هذه الفلاح. خلاص؟ يلا احمد. يا هلا والله ومسهلا. الله يطول عمرك. مساكم الله بالخير، دام شغلنا المايك من جديد. انا باقي صالح البلوي ومشعل القحطاني وجد الشباب اللي اجتمعوا كلهم. توكم صاحي من النوم ولا مصحصحين ولا؟ عاد المبادرة اليوم وش رايكم فيها كانت؟ من الآخر صح؟ ترى هذا جانب من جوانب ايش؟ لا التسويق في الحياة تفهم. وش رايكم فيها؟ وصلتكم رسالة حقت المبادرة صح؟ الله حلوين. طيب أحمد ومحمد وش رايكم في المبادرة؟ ممتاز. أنا شوف مبادرة الطقاق قبل شوي ما شفت أي مبادرة. لا 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 هي لا ممتاز. أحمد مخطي صح عليك. ما حد سأل. أنا المخطي؟ أنا المخطي وأنا حلوة دي. أنا المخطي وأنا الندمان، أنا المجني وأنا هو المخطي وأنا الندمان، هو المجني وأنا الجان. طيب أحمد قبل شوي قال نقطة جميلة بخصوص المبادرة. هلا ومرحبا. يلا عليك السبادة كيف؟ يا حبيبي بشر عينك. شلونك؟ طيب والله ابشرك شفناك وصلنا بخير يا حبيبي. هلا حبيبي. يلا حي. اجتمعوا الشباب اعطونا خبر اذا اكتملتوا يا عيال. عدوا اخوياكم. اي خذ راحتك. خذ راحتك. ها؟ باقي واحد؟ طيب اسلم يا حبيبي. جميلة اتوقع. ف انا ودي ابشر الشباب بخصوص الاسبوع الماضي ما دخلت الحلقة معك. المتجر ما شاء الله في ضغط كثير من محبينكم. ما شاء الله. منتجات قاعد تزيد على الطلب. في منتجات نفذت توهقنا ما قدرنا نوفر ستوك من جديد. ما شاء الله. فكلها يعني ما شاء الله من جمهوركم حبايبكم تستاهلون كل خير. عطوهم تحية. يستاهلون. يستاهلون. يا سلام. ويعجبني برضو في الشباب إنه في ناس ما شاء الله كل يوم تعيد نفس سيناريو تسويق منتجاتها وفي ناس ما يبدأير عن منتجاتها. فاللي حريص على المتجر واضح ايش قاعد يصير معنا كمبيعات يعني بشكل يومي بشكل دوري يعني. واللي مو بحريص على المتجر برضو موضح كميه عدم الشراء يعني باختصار. فانا يعني احرص على الشباب يا عبد العزيز انه التسويق باستمرار ترى مهم جدا. اسمك اليوم صار اسم عقوتهم علامه تجاريه. المنتجات اللي تحت العلامه التجاريه دورك في تسويقها. يا سلام. حتى لو طلعت برا البرنامج انت ايش بتقدم كاسم؟ هل اسمك بيصير مستمر ولا لا بيوقف؟ يعني انا دائما اقول حتى بلغت امس احمد ومحمد موضوع اسم البراند. كنت اقول لهم انه ترى الاسم مهم جدا للشخص يعني. ركز معي ولا مركز شيء ثاني؟ والله اني معك وكنت بسالك في سؤال يعني اسلم في نفس النقطه اللي قلتها. هل يعني كونك يعني انت مشرف على المتاجر جميعا مدير المتاجر من تشوف من الشباب اللي يسوق في الرياليتي والشيء هذا ينعكس عليه في متجره عادي؟ ممكن نذكر اسماء من باب التحفيز للشباب الباقي علشان يشوف كيف يسوي فلان وهو سوي زيه. عرفت يعني عندك معجب القحطاني سوى مبادره قبل فتره. يا سلام. وفر المنتجات عنده. طبعا يا شباب المنتجات مو بشرط تكون موجوده عندك. ايه حلو صفقوا الاجر. المنتجات مو بشرط تكون عندك عادي. انت عندك الان تعرف المنتجات اللي في المتجر عطر عسل تيشيرتات مسك الختام. اليه التسويق سواء فقره ولا جاك ضيف ولا جاك يعني في طرق كثيره يقدر يستخدمها المتسابق او النجم في البرنامج سواء في الفقرات او وقت البرايم او يعني فقره فلاش باك. يا سلام. تسوق لنفسك. فتركيز على المنتجات او تعزيز الجانب متجرك ترى شكل مهم يعني. يعني عندنا معجب وعندنا بسام عشق وعندنا محمد جابر وعندنا نادر العجمي. ما شاء الله. كل عافيه. الله يعافيك. وعندنا بعد من محمد واحمد في يعني في مشتريات في بيع مش طبيعي صراحه. يا سلام. انا مو معنات ما ذكرت الباقيين ما عندهم بس انا اللي قاعد قدام عيني الحين لانه الارقام والله كبيره وكثيره. يا سلام. ف وتدري من الذكاء انك ما تعول المشكله ان المنتجات ما هي موجوده عندك. يعني حاول انك تسوق
بالإمكانيات اللي موجودة عندك، من الذكاء أنك تصنع قصة من لا شيء. هنا يعني يكمن لك المبدع، حتى مو بس على مستوى المتاجر، حتى في الرياليتي. يعني مثلا بن دنعة وأحمد شافوا أنفسهم فاضيين قالوا خلنا احنا نضارب. يعني هذه قصة، بس ما ننصحكم تطولون في القصة هذه. هو اللي بدأ، بس أهم شيء إنه ما يلحقها غرز شيء، خلوها يعني والله لو ما مسك عدعون تعب، والله لو ما تجدت وياه. شفعون قال لي، قال أجي، قلت لا تجي خلاص أصلحنا بينهم. ها لا أنا خايف إن نطلع فاصل فجأة وما يدرون ليه شوي، لوعون جاي وحنا نطارده. طيب الله يحييكم شباب، يا مرحبا ويا مسهلا، الله يحييكم. يا هلا من صالح يا أحمد، الله يحييكم. الله يزيك. طيب اليوم من اللي شرى من المتاجر؟ هادي، محمد، فهد، سم، أنا نشتري. عايض، راجع موضوعك. معجب، وصالح البلوي. من دنا شريت شيء؟ كفو. فلاح، عايض وش سالفته؟ عايض مميز، يعني كونك دكتوراه في تسكير المايك، دكتوراه حتى في كل يعني حلقة يكون لك أثر، يكون لك يعني كذا تطلع خارج السرب. فلاح، ليش ما عايض، ليش ما خليته يشتري؟ هي أنا طلبت مسك الختام وهو موجود عندك، وحنا ما نبغى نخسرك، ما نبغى نخسرك والله يا عايض. نبغى زيت زيتون. قال لك يا فلاح؟ ما قلت. قلت ويش اللي ما هو عندي؟ إيه. قال ماني فاضي، أتره خلاص. أها، حطيت المشكلة على صديقنا. من هو؟ صديقنا معنا الحين. خلاص هو يقول. فلاح، أنت قلت ماني فاضي؟ يقول عند عبد العزيز، وعبد العزيز يقول خلاص خلنا ندخل جوا. قلت خلاص. لا ندى قبل فقرة. طيب أقول لك شيء. ترك جيت بعد ما خلاص بندخل على الفقرة. أنا ما أدري. وكلمت فلاح، أنا كنت موجود. كان عندنا ضيف. اسمع شغل الديرة وتجحد، لا أنا موجود ومعي شاهد عيانة أحمد. معي واحد. قلت لك يا عايض اختر منتجات. معي واحد. اثنين ثلاثة. معي ثلاثة شهاد معي ثلاثة. لكن هذا نعوض الأسبوع الجاي. طيب خلنا نشوف فلاح، نقدر ننزل زيت زيتون العايض بعد الحلقة؟ خلاص بعد الحلقة. خلاص تم. اللي هو مسك الختام عند بسام عشق، تتأكد لي يا فلاح. أحمد، إيش مشكلة المنتجات اللي ما تنزل في متاجر الشباب؟ يعني هل هي ما توصلك من الإعداد؟ لا، ما أعتقد في مشاكل، خصوصا بالذات المنتجات كانت يعني أخذوها بعض الشباب حصري. إيه، ما ترجع دايركت، فهمت؟ أها، بالذات إذا صار عليها شراء. صح، بس بالغالب 99% كل المنتجات موجودة، نادر فيها خلل يعني معين. ممكن هذه الإشكالية، أن أحد يحتكر المنتج فينسحب المنتج من كل المتاجر. فإذا جيت أنت تبغى المتجر المنتج هذا لازم تنزله من جديد. تمام؟ نزل. وش المنتج؟ مسك الختام ما نزل عندنا. ما نزل عندك؟ لا. تأكد لي يا أحمد. موجود. طيب. ما أتوقع. ترى بفتح المتجر الحين. والله شوف شيء. خصم. تأكد. تأكد يا أحمد، أبشر يا بسام، مالك إلا طيب الخاطر. عندنا زي ما عودناكم اتصالين، وعندنا اسمين نسحبهم من هاشتاج الاستديو كم يا نادر اليوم. 71. تأكد فهد. 70 ولا 71؟ اللي تشوفه يا وسيد. لا أنت أنت اللي تعرف وش. 71. يا سلام عليك يا نادر، وأشكرك على الكرك. الهاشتاج تكتب بس اسم المتسابق اللي تبغى تهدي له المنتج، وبنسحب سحب عشوائي. طيب تبغون نبدا في المزاد الحصري للمنتج ولا ما في صمله؟ في دراهم؟ علم كوش بالمنتج. ليه مشعل دخلت برايم سبت زيت زيتون؟ لا المقاهرة هي المشكلة، بس انها تبقى لك ان شاء الله يا مشعل، تبقى لك بعد البرنامج. الله يوفقكم يا رب العالمين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، النقاط كلكم عارفينها؟ كلكم عارفينها. طيب عشان تكونوا في الصورة أعزائنا المشاهدين، عندنا المزاد الحصري للمنتج اللي الشباب جميعا يزايدون على المنتج، أعلى رقم هو اللي يحتكر المنتج في متجره ويسحبه من جميع متاجر الشباب.
يعني هذا المنتج الحصري لهذا الأسبوع. المنتج طبعًا يجلس معاه لمدة أسبوع، الأسبوع الجاي ينتهي هذا العرض والاحتكار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أعطونا نقاط الشباب جميعًا عشان تكونوا في الصورة. لا تدخل إلا ونقاطك يعني أيوة، ودراهمك في جيبك. ها؟ 100 عند محمد بن جابر، وعطونا النقاط. طيب عطونا النقاط على الشاشة. 2000. أوف. 6000. 8000. أوف. لا خاربة، خاربة، خاربة يا أوف أوف. دقيقة، أسرع مزاد خلص. شفتوا النقاط خلاص؟ فهد الرقيص 8000. تأكد. فهد الرقيص 8000. 8000. معجب. معجب 39000 معجب ما شاء الله. ها؟ لا لا دق على 1000 تقول. لا 8000 فهد. 8000 يا الربع. عيد يا عبد العزيز. ها؟ من اللي قال 5000؟ عد ويش؟ عد المزاد. خلاص خلاص كلمة كلام ثمن يا الربع. الكلام ثمن. ها قضت باللي قضت يا ابو صالح، طلبتك في الشحم. بس انها يعني الصدق مزاد. الرجال بدا ب 100 1000 8000. ها؟ والله واجد. بيع وشراء. بالنسبة لي انا مبسوط، والاعداد مبسوطين الحين يصفقون. احمد الغامدي هناك مستانس. 8000 8000 رابع رابع سومه يعتبر اعلى مزاد يعني. طيب سام اعلى سعر مزاد. لا 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 عيد ليه، وانت اللي طلعت ال1000 يا معجب. لا بس خلاص هتطلع ب1000 تصعب الشباب ب1000 ايش قلت 8000 عيد. لا صدق عاد بحط على شان. ليست مسؤوليه عبد العزيز، مسؤوليه لسانك. لسانك خل مزيدون. 8000 8000 فهد انتهى. نقول الله يبارك. الله يبارك. نقول الله يبارك. مزاد واحد. اول مره ادخل. زاد اثنين. 9000 مالكم حس. 9000 شعايب. 9000 والله ما ايه هذه الصمله. والله انت بعد القاضي. لا يا فهد. لا حلف. هل فهد يغير مقاييس وموازين هذا المزاد ويكمل الصمله ويدرعم ولا انه يعطيها؟ ها كم نقاط فهد؟ كم نقاط فهد؟ والله انا شفناها. ها؟ ما اخذها بالحياة فهو حرام. لا 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 والله انا ما قلت شيء من عندي. لسانك حصانك. ليه؟ حق ورجع. ليه؟ ليه؟ لو تعيده ريجي قطوا على 1000 ولا 100 وكان معجبي فيه بس قطع 1000 الربع. قطوا 5 ولا قط 6 و7. قل لا اله الا الله. انا اتكلم بالضبط. 8000 هل انا اللي اتحملها ولا اخويكم؟ والله اخوينا بس خلاص. لا 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 ما تحملها. ولا اللي تخلي يتحمل. انا ما اتحملها. خلي يتحملها. ها خلي يتحملها بس. هو سوق ترى ما مجبرك انك تدخل انت ب 9000 و 8000 و انا ما قلت لا وين شايلها. 9000 9000 فهد في رجال عنده 39000 ومقطبها ما قد جود على 1000. انا 1000 ما زيد فوق. طيب نقول 1000 1000 1000 مبروك يا عايض الحارثي. لا لا خذ اشهد بالله. تعال اشكرك. مرحبا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. يعني التجاره مغامره جريئه والحياه مغامره جريئه ولا فلا؟ والله انك صادق. لذلك طال عمرك انت يعني من الاسماء اللي كم خذيت اول شيء الحصانه مره؟ خذيتها مرتين. مرتين فما تدري ممكن هذا المنتج خليك تاخذها المره الثالثه. ما تدري ما تدري. فلذلك اختر منتج بعناية، المنتج اللي تعتقد أن المستهلك يحتاجه، سعره طيب والمايك لك. أنا ما أبغى أقول لك أكثر عشان ما ألزك على منتج معين. المنتجات طال عمرك قدامك على الشاشة، تختار المنتج اللي يجوز لك
قول والله يا اخي انا بغحتك المنتج الفلاني من البراند الفلاني. تسعة آلاف نقيتها نقطة ورا نقطة يا عايض. أبغى زيت الزيتون. الزيت. زيت الزيتون. ها؟ من هو؟ وين الزيت الزيتون؟ كم يباع؟ ينباع لك ولا للمستهلك؟ أحمد كم سعر الزيت زيتون؟ أعتقد 140 صح؟ 140 والزعتر ب. طيب. زعتر عندي يا أخي عندي عندي. يا رجال هلا ايش شباب ياكل لترين على ما اعتقد لترين ايش لترين لترين عسل يا رجال مدري لترين زيت زيتون زيتون ايه زيت زيتون لترين ايه يلا طيب نقفل عليه قفل عليه وعايض الحارثي يقفل على احمد الليف على الزيت زيتون ويقول نجيبها طرقه تعبان بارك له يا احمد الحليف بارك لي ها انا ما دخلت لو دخلت ما بياخذها اوه تصريح قوي كلام الليل يمحي النار هذا كلام اللي بعد ما خلص ما بعد جا النهار عشان يمحيه طيب او ما ام حمد الحي مبروك الله يسعدك انت بعد الله يسعدك انت تعجبني عايش شخصيتك جميله جدا جوي طيب عطنا الاتصال الاول ونقول مين ثواني طيب عبد العزيز خلينا نقول لهم على موضوع المنتجين اللي بتضاف لهم بتكون عبر بتكون هديه للمتسابق عبر الاتصال او سحب الهاشتاج اختيار المنتجين في براند عطور داخل اليوم معنا في السوق عنده عطرين الاتصال سواء هاتفي ولا الهاشتاج بيكون المنتج هو الهديه واضحه الصوره يعني ما اختار دقيقه في براند في ماركة وبراند جديد انضاف الى المتاجر لا ما علمت انا ناخذه طيب عطور ناخذه ف توه الان جديد هو جديد يعتبر فاللي بيتصل يقدر صح؟ اي لا هو خلاص اللي بيتصل يختار اسم المتسابق ونحن بنضيف له المنتج. بس تمام هذا براند جديد يعني عطور ما في اختيارات اقول يا يعطيها اي لا اول اتصال الان لو جاء لك يا عايض خلاص المنتج مباشره يروح المتجر يا ربي ترزقني اتصال ممكن بس تعطينا عينه من العطر ذا نجربه نشوف ما ابغى توه جديد جديد الان شوف صل على النبي عشان تكون في الصوره ابو جابر والاخوان والمشاهدين ما في منتج يخش في المتجر وفي متاجركم الا المنتج هذا يستحق انه يعرض في هذه المتاجر. عرفت؟ كجوده، ككواليتي، كسعر، كمنتج وبراند محترم. فلذلك ترى ما يدخل الا يدق ها؟ كيف تجرب؟ يعني ما في منتج يدخل في متجرك يعايض ويعرض على الشاشه الا وكل معلوماته وجميع ضماناته موجوده عند الشباب. فتطمن. وإذا ما تبغى ترى حقك لا 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 إذا ما تبغى يا عايد ترى تقدر تقول أنا ما أبغى المنتج خلاص لا يعني إحنا نقول يعني أنت يعني قد شفتوا يعني منتج فنان مدير المتاجر أكيد إنه ما يمر عليه متجر إلا منتج إلا وقد هن واثقين في مدير ويكون تراخيصه موجودة السؤال عند عايد وشو الجماعة يقولون ال 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 العطور شلون ريحتها الجودة الضمانات الأمور أنا بعلم شغلة ترى براند العطور وبراند الملابس وبراند المكسرات وبراند الزيوت مثلا حتى الزيت برضو والزعتر كل شيء في نوع يبغى له ذواقه في نوع يبغى له قياس في نوع يبغى له شم انت لا تدقق على جانب معين فهمت في البراند فهمت انت مثلا الحين حطينا في الوصف العطر مكونات العطر القاعده قلب العطر التكوين كامل الازازه المكسرات الباكج يحتوي على ايش صح مكسرات فصفص مدري ايش بقلويات يا سلام في وصف يعني كامل في وصف المنتج الخيار للعميل في النهايه يعني انت ما تجبره يا عايض ولا نجبر اي احد على وعلى العموم يعني شراء اي منتج البراند له سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات في السوق او خمس سنوات يعني في ناس مر عليهم هالبراندات يعني يا سلام طيب الفكره واضحه ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم حياك الله نورة من الرياض على الهواء مباشرة نورة أنا والله المين تهدين المنتج؟ نحن الحليف أحمد الحليف ألف مبروك
ألف مبروك يا أبو حليم. على طول دايركت بنضيف له إن شاء الله المنتج الجديد نزل اليوم. يا سلام. بيض الله وجهك، جم الله حالك. تستاهل يا حبيبي. وزينة ما اختارت حبيبي ذي، اجلس. سامي نادر. كيف؟ وش هي؟ المنتج ذا. المنتج هذا توه. توه جديد. الأسبوع الجاي. وآخر شيء. الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي يكون متاح بجميع تفاصيله. لا. بأسعاره بنقاطه وكم سعر البيع وكل شيء واضح لكم. الله لا يهينك. بس الـ 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 الحلقة هذه الاتصال هو اللي يخليك يعني تضيف المنتج. وخذ الحين حصل. الاتصال الثاني مين؟ معايد. فلاح. شاهد من الطائف سلام عليكم. شاهد من الطائف سلام عليكم. وعليكم السلام. تهدين المنتج المين؟ مشعل القحطاني. مشعل القحطاني. حبيب. شعل ابو مرعي تستاهل. اعطونا باقي. والله يهينا يبيض وجهه. حقه. يلا سلام عليكم. سلام عليك شكوني. اتكلم. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، جاني فداك. المنتج جديد زي ما قال احمد. وانت ثاني واحد حصل على هذا المنتج. الله يرحم والديك. بينضاف الى متجرك ان شاء الله. التفاصيل كلها بيجيبها احمد مدير المتاجر لكم في حال اكتملت عنده المعلومات. هادي تشرفني وتعطينا وش شريت اليوم في متجرك. شريته اللي اخوي خذاه عايل حالي. ايوه سويت. ابيك تاخذ انا اللي عندي عندك يا وعلي. سلام. اعطي ويش؟ لا والله ما قلت لك اخذ الا وانا ابيك تروح من ورا. طيب يعني انت اخذت منتج؟ اخذت منتج وقلت لك. طيب انت اضفت المنتج اليوم صح؟ النقاط اللي شريت فيها منتج ترجع لك. وقرت عينك بشوفه والدك. حبيبي الله يرحم والديك. الجميع طبعا ما قد وصلت. طيب لك. طيب قرت عينك بشوفه كل اخوياك والمنتج. تعال تعال تعال. أنت في كل حلقة لازم تسوي إثارة. تعال تعال هنا تعال. تفضل أنا أسمعك. تفضل أنا. الله يبقيك. تفضل تفضل. اعتبرني يا أخوك. يلا تفضل. ما يحتاج أنت أخوك. الله يطول عمرك. يا الله يسعدك. يلا كلنا أذان صاغي. تفضل تفضل. يا أخي محمد جابر. افتح المايك وش. افتح المايك. المشكلة من؟ محمد جابر قفل يا أخي. قفل يا أخي. محمد جابر قفل المايك. يعني قبل شوي نستفزع بك تفتح المايك حق أحمد الغامدي الآن. أيوه أنه هو. لأنه هو في جيبي المايك. الناجح دائما محارب. طبعا تحية لترج مصنع المبدعين. خلاص على وفاق كذا عايض. والله انك كفو. خلاص والله انك ثقيل. خلاص يعني ابغى ثلاث سوالف بس الجايه تمررها بدون ما تشارك. ثلاث بس. ثلاث. الرابع شارك فيها وخليها دبات من بعيد بدون ما تدري. يلا بدون ما اسمعك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الهاشتاج 71 ونشوف تهدي النقاط المين من المتسابقين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نادر شريت شيء اليوم؟ ابدا. مكتفي الحمد لله. متجرك اموره طيبه. منتجاتك كثير. الخير واجد عندك. الله هل. يا سلام. فهد قلت لك ثلاث. يا عايض قلت لك ثلاث سوالف. انا ما مداني ابدا في السالفه الاولى. تكفى يا عايض. عايض تكفى. ابو صالح ابو جابر تفاهموا معه بلغتكم. بقرا عليه. بقرا عليه بالاشاره بالقراءه. تصرف تصرف. سوي لي بس خلوه يهجد شوي. ها هو كذا وهو مواصل. يعني المفروض الواحد مواصل يكون مرهق كذا ما يبغى يشارك. انت شارك اكثر من واحد مصحصح. طيب فهد ما شريت شيء؟ هلا شريت الزيت زيتون واحتكر عايض. الله. طيب استاهل ابو صالح. لا ولا شيء. وجابر بسام. شباب اللي هناك شريتوا منتجات؟ صالح؟ اي وش شريت؟ شريت زيت زيتون. اها واحتكر عايض. وروح. يا سلام. افلح. مشعل ما شريت شيء. وانا اتصال الحمد لله بس ما شريت. ها؟ اقول اتصال الحمد لله ما شريت. تستاهل تستاهل الله يوفقك. طيب نشوف الهاشتاج على الاستديو 71 ونقول
ألف. عطوه ماء، عطوه بن دنعم ماء. ايش بلاك محمد؟ ها؟ ايش رايك؟ لا احنا نبغى نشوف ايش نضيف في متاجرنا. يعني واثق انه منتج لك. ان شاء الله. تعال تعال تعال. الثقة هذه محمد هي عيوني يا عزيز عيوني لبيه تسلم عيوني لبيه ابو سيد الله يطول الله يجعلني فز ايش تبغى؟ الاسلوب واللطافة هذه هل هي مكتسبة ولا وراثة؟ لا وراثة ولا فطرة؟ لا لا وراثة 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 وفطرة نعم. ما شاء الله ما شاء الله ترى التراجع محبوب بالنسخة ولا يا شباب؟ خم خم دبس براطن لا دقيقة ما أقول لطافة ما مداني أقول لطافة لا اللي ما يقوم متأخر ما نحب ها طيب أعطي الشباب فرصة ثانية قل أسألهم مرة ثانية أعطهم فرصة قل إنك أنت محبوب النسخة أنا محبوب النسخة ولا لا يا شباب الله يجعلني الله يجعلني فدوت ممتاز أنا ما سمعت طيب خلونا نعطي فرصة ثالثة أسألهم مرة ثانية بس غير الأسلوب حاول تقنعهم بغير الاسلوب الاول يا احباني الله يجعلني فدتكم والله اني اذا طلعت من برنامج ما كسبت لروسكم فانا محبوب النسخه ولا شفت بس هي العمد على الاسلوب ايه ها طيب لا بس لا قال هذه ممكن عط هذه اسلوب يحبك لا اذا ما حبني هو يحبني لانه فانز لي خلاص هو صعد الموضوع الان من البر انك تقول ايه احب يا سلام شفت يا محمد الحياه بس يبغى لها ايش اسلوب اسلوب ابغى اسالك سؤال كيف انت وعايض تجتمعون في جلسه واحده لا بس اسال سؤال ما تبغى اشيل مثلا معك خلاص كيف تجتمع انت وعايض في جلسه كيف يصير بينكم كيمياء لو كان عندكم عمل بصوت كيف تجتمع انت وعايض فيه؟ شوف يا حبيبي هي النسبة اللي بيني وبين العايض ايه؟ مثل العسل والسمن مثل العسل والسمن ايه يعني تخيل انك تاخذ الو تمشي لطيف تاخذ ايه؟ عسل بمتجر ولا متجر عايض ايه ثلاث تسعات والسمن عندكم في البيت يا سلام فيجيك مكسة طيب وخذ الزيت زيتون الرجال احتكر ودفع عليه 9000 يعني خذه معك لا ما ابغى ما احتاج طيب ابغى اهداء العايض اهداء العايض إيه؟ يقول اعطونا سبيكر اضبطك بس ركز في الكلمات لان اهداء اي ركز في الكلمات لا يكون اعتاب لا 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 ايه كل ما قفيت ناداني تعال كل ما قبل تعجل بالرحيل سلامتك لأن اللي جيته يطلع إبراهيم على طول يا سلام صح الله صوتك صح أنا دعيتك الحاجة بس ما أدري وشي أعطاها عبد الهدية أبا أتذكر وبأكلمك يعني أرجع أي أقلب وجهي لا مجاب لا والله بكل احترام وبكل ود خلاص الله يجعلني خليك جنب أحمد ومنعني من المناقرة تبغى شيء منهم دولي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم نقول ألف مبسوط أهم شيء يا حبيبي طيب نقول ألف 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 مبروك ما تتوقع من قلت؟ السلمان بن ملاهي سلمان وين هو؟ ممنوع؟ لا تعبان تعبان؟ ايه بسم الله عليك بسم الله عليك طيب نسحب الاسم الثاني ونقول ألف 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 مبروك هاي احمد والله انا اتوقع ان شاء الله عبد المحسن ولا فهد جميل العتيبي الف مبروك تعبان 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 عنده بسم الله عليه بسم الله عدوا بعض عدوا بعض ها الله المستعان الله المستعان طيب صلوا على النبي وقولوا لا اله الا الله
عزيزي يا أخي فيه قصيدة. قم قم إيه قم. لي حوالي إيش قلت فيها؟ إيش بلاك؟ إيش بلاك؟ خرجتوني يا ابن الحلال. بغيت أهج. إيش بلاك؟ هذا مش فاشن. هذا أصل ال الزيتون. لا 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 الله يصلحكم. أنا فوقك محتكر، فوقك تاخذه بعد. أنا شاريب 9000. طبعا الله يهديك. طيب عبد العزيز احنا طالبينه من الاخوان. طيب تدري اني اقدر اخذ 9000 واخذ المنتج؟ تدري ولا لا؟ كذا ظلم، كذا ظلم. انا مظلوم، انا مظلوم يا اخوان، ادعو عليه، ادعو على الشهران. اي انا ابغى اظلمك، انا ابغى اظلمك. تدري اني اقدر ولا ما تدري؟ شفت لو اني اتابع ما مستحيل استعطف معك، اعطني اسلوب اكثر. اي عده يلا. المايك حقه مقفل؟ لا غاطي مقفل يا رجال. خذ منتجك تكفى وروح. ابو سعيد خذ منتجك سام. العلي العظيم انك لا تجي تعيد، انت خلاص خلصت يا ولد. 200 قد راحت. خذ منتجك. حلالك يا محمد، ما طاح من السماء وقع في راسك يا محمد. طيب خلينا نرجع لابو داحم. ايش تقول لي حوالي قصيده لك؟ يقول لي حوالي 10 سنين ما حالي بحال. سلام. أتصبر وأخذ شوي وأمسح دمعتي. مسكين. والله لو ماني بخايف مشاريه الرجال إن اللي ضيع طموحي وضيع سمعتي. والله لو ماني بخايف مشاريه الرجال إن اللي ضيع طموحي وضيع سمعتي. إن بغيت أصافح الحظ معطاني مجال وصامل بوقاد ناري وشعلت شمعتي. الأولة نص الكرامة سمحين القبال، ولا الأخرى انعزالي ورغبة طمعتي. فاقد من حطني أقموته في ظلال وانطرالي تهتل وكن داخل جمعتي. دائما سبت المحبين من شد الليال، أما ليالي السبت كانها جمعتي. الله سلام. صح الزال. صح دنك. بيض الله وجهك. وجهك أبيض. وبكل حب يعني نودع مو إبراهيم الحين بس يعني ودعنا ماجد، أسأل الله يوفقه يا رب العالمين. وماجد يعني من الناس اللي ما تخاف عليه، كاريزما وصوت، فعسى الله يوفقه إن شاء الله. وهذه يعني الانطلاقه الفعليه وبدايته الفعليه، عسى الله يوفقه. وحتى لو مر اسبوعين ما نسينا جبل الاستوديو علي العساف، عسى الله يوفقه يا رب العالمين. كذلك شاعر مبدع وجزل وما تخاف عليه يعني. والدليل على ذلك يعني في التيك توك ما شاء الله تبارك الله الرجل مشعشع. في سؤال مهم ابغى اساله لحباني انتو، يعجبني السواليف وانا صورني صورني وانا اسولف. ايوه سلام عليك. علشان ايش؟ الصوره تضبط. اي بس حلوه الصور دي تبقى ذكريات. إيه خليك جاهز. كيف وانا اسولف معك عشان اخذ لي الصور؟ طيب ابغى اسال احمد الغامدي سؤال. تفضل. عندي سؤال وكاتبه في عرض بيت. عايك ولا انطاح دمعي منك ولا ما رقى؟ في غيبتي بكيت ولا ما بكيت؟ ودي احس انه ما هو باخر لقى. الله اكبر الله اكبر. طيب أحمد الغامدي الحين الشباب على طاري علي العساف وخالد والشباب اللي ودعونا نواف، الشباب كلهم سعود مسفر أيوة، كيف تشوف أدائهم وتسويقهم لمتاجرهم في خارج أسوار البرنامج؟ طيب الشباب أسأل الله أن يوفقهم أول شيء. ثانيا ترى يا شباب بخصوص النجم اللي غادرنا من هنا، المتجر ساري معاه لمدة سنة، انتم عارفين هالآلية صح؟ إيه. في ناس حتى هم برا الآن من النجوم قاعد يحرص يسوق للمنتجات، لأنه هو أصلا صفحة خاصة فيه يعتبر زي إذا تعرفون نوع من أنواع التجارة اسمها دروب شوبينج، صفحة خاصة فيك فيها نسبة لك معينة، فيها اتفاقية كاملة. ف التسويق حتى برا البرنامج هو قاعد يضيف لك، لكن في متسابقين وقلت لك يمكن عبد العزيز قبل فتره بعض النجوم طلعوا نسى ان عنده صفحه ونسى عنده منتجات اظن باقي شوي ينسى البرنامج بعد وينساكم. ف يعني مو بقاعد يضيف لنفسه، مو بقاعد يتفاعل على متجره، مو بقاعد يعزز الجانب انه عنده منتجات. حتى يعني احنا باقي لنا كم على البرنامج؟ تقريبا اسبوعين 3 أسابيع وانتهي بخير وشر. لكن في عندنا تقريبا 7 شهور او 8 شهور مستمرين فيها، كل المبيعات او التقارير بتكون
تكون على اطلاع يعني عند الجميع. يا سلام. فمشعل اتوقع بيسالني. مشعل تفضل سم. الحين اذا طلعنا برا يعني بعد برنامج اقدر اضيف ولا هي نفس ما هي ما اقدر المسها؟ والله شوف احنا بعد البرنامج عندنا اتفاقيه يعني تكون مختلفه شوي من ناحيه اذا احد منكم يعني سوى يعني القناه عندها جانب انه تعزز لكم اذا احد سوى منكم براند معين ويبغى التشغيل والتخزين والمبيعات وطرق الدفع يكون عن طريقنا بالعكس يضيف لك ذا الشيء يعني حلوه دي. احنا دورنا انه نضيف لك المنتج اللي تبغاه بس يكون خاص فيك. يعني ما شركات اتوقع انه اخر اسبوع يمكن الاسبوع الجاي ويوقف في باب استقبال الشركات او الطلبات. طبعا في منتجات تجينا اسبوعيا وتعرض على اللجنه ويشوفونها ونرفضها. ليش؟ اما جودتها ماش اما سعرها عالي او ما تناسب المشاهد. في منتجات ما تناسب المشاهد يعني نحطها في متاجركم من ناحيه يعني. جوده من ناحيه سعر من ناحيه يعني اشياء كثيره يعني اكواب ورق نحطها لكم على كلام الشباب انه المنتج اللي يخش في المتجر انه لازم يشمونه لازم يتاكدون هو ما يوصل لكم يا شباب الا قد مر على احمد مر على الاداره مر على فريق مختص انهم يدققون في هذه المنتجات كلها بحيث انه ما يطلع منتج على الشاشه الا هو يكون يعني اهلا انه يكون موجود في متاجركم انك في النهايه ترى هي مساله ثقه الثقه لو في اعلان واحد من اعلاناتك ما كان فيه ثقه او ما كان فيه مصداقيه مع عملائك ترى ما عاد احد بيشتري منك فهي مساله ثقه اذا فقدت الثقه تاكد انك خلاص ما عندك اي مصلوح من متجرك وحتى من اعلاناتك حتى بشكل عام وبعدين يا ابو سعيد ترى الحين يعني اسماءكم مميزه ما شاء الله تبارك الله حتى بوقتنا لو طلعت من البرنامج شفت المبيعات عندك وقاعد تحقق يمكن تستقل انت بتجاره خاصه فيك صح. وتعرف ان لك خط كويس وتسوق لها بجانب معين لانه خلاص اسمك صار مميز في سواء في الاعلام ولا في التيك توك ولا المنصات السوشيال ميديا فزي عبد العزيز بن سعيد ما شاء الله دائما عنده اعلانات وضغط ولا خلنا نعلم معه لان اسمه مميز ولا منو يقصد منو يقصد هو يقصد كان عندي سؤال يا استاذ احمد الله يجيب الخير احمد هو انا كل ما ادق عليه يقول عندي اعلان مرحله اقول كم عندي بعدين وتابع عندنا وعندنا اشياء كثيره عروض كثيره ما عاد في سعر في كم عندك الوضع ما هم مثل الاول يا رب يجيب الله خير يا رجال يجيب الله خير بس معجب بسأل احمد ولا اسال وتقرا الجواب في عيون احمد في محجر عيوني فيه مثلا اسر منتجه او اسره نعرفهم عندهم نوع ملح على يسوونه بيرفكت كويس مره عندهم نوع نظيفه في المتجر حلا فقلت ما ادري كيف الاليه في الحاله ذي كيف الاليه لا شوف المواد الغذائيه قلت لك انه مو كل منتج نقدر نضيفه نحن في المتاجر ترخيص هيئه الغذاء والدواء لان لا عليها اشتراطات يعني من ناحيه وزاره التجاره من ناحيه المنصه من ناحيه في اليه معينه فبالعكس احنا ودنا نفيد كل العالم ما ودنا نضر احد ولا احد يعني ما يكون مستفيد منه يا سلام ونخدم الجميع يعني انا ترى طلبت للاخوان في الانتاج الزيت زيتون دام اخذ عايد الحارثي حصري انا ودي يا ابو سعيد انه ياخذ الزيت زيتون ويسوق على الهواء مباشره لمده دقيقتين ويجرب الزيت زيتون ويشربه ويستخدم على يدينه ويقنع المشاهد بالزيت زيتون أهم شيء تبيع صالح يعني أبغى أنا تبيع اقنعني تسوي اللي تسوي بس أهم شيء تقنعني عايض أبغى عايض بعد إذنك بس أبيك تأخذ الكوب بعد عشان تشربه أبشر بس سعد اسمعني هلا أنا لا أشرب أرطقنا عافنا يلا أنت طالب المايك لك مكان معين السبيكر لك تأكد المايك شغال تأكد المايك ألو محمد جابر حركاتك ما تخليها لا ما يخليها بتطق على الزيت الحين صح طيب بدك تمشى عندنا هنا طيب شينا وين نروح يا كمان بنروح لا اسمع تعال هنا تعال هنا اذا هنا خليك مكانك الجماعه اباضه يطلع حتى نيتك بس انت اثبت في مكانك وعيش خاطب يعني الشباب يلا ايش فيك شخص انت ترى ما هي اسقاطه نجي هنا المهم هذا الزيت زيتون اصل الزيتون لا استخدم استخدم اعلان كاعلان 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 عايض الحين انت عندك جوالك وجالس تسوي اعلان وتبغى تقنع العميل اللي قدامك يشتري هذا زيت الزيتون من اصل الزيتون
من الجوف أصلي جودة عالية سعر منخفض والله ما تندم لا خذيته وأنا صار تكلمني تكلمني أنا ما أكلمك أنا عاين في الكاميرات يعني إذا عاينتيك ما أبغى عاين عشان ما يجيني خصم لا طالع عاين عرفت إيه طالع الشباب إيه إيه طالع الشباب يعني كذا طالع الكاميرا أنا حبيبي أعلى لازم ألف كذا في ضغط يا عايض لازم أنا تجربة مع مريض أن شفت المعدة عنده تعبانة والزيت هذا إن شاء الله إنه يشفيه بعد الله سبحانه طيب العلبة كم حجمها؟ 2 لتر وصل لهم رسالة لتر العلبة لتر كام لتر لترين لترين مو بلتر لترين 2 لتر قل زودناها طيب اقنع بعد اكثر الزيت زيتون وين مذكور انا ترجع ذهني انا خل يا عايط يا عايط اسمع قل لا اله الا الله اول شيء انا ابغاك يعني تكون يعني هادي مره وتكون يعني ما في ستريست صح اسمع كذا ما اخذت شيء والله والله اما الدناس والله ان علينا اقسم بالله حاله يا ابو والله ما يبي ابو سيد خل ما في ضغط ما في توتر تاخذ نفس تهدى حلو وابغاك يعني هي تسوق المنتج بكل حب بكل حب انت دافع تسعره بروح اجلس عشان يلا خذ راحتك وانت على الهادي عايض بس انت جالس تقول هذا المنتج هذا الزيت وخذوه ولا خلوه الف مبروك لا 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 انا بعلمه شيء بعلمه شيء ابو سعيد دقيقه عايض هذا ماخذ هذا ماخذ عايض عايض انا ودي لحظه بعلمك شغله احنا الهدف الحين اعتبرنا مصور اعلان ايوه ايوه لزيت جالس طب خذ زاوية على الأقل عشان تبين الحال عشان قصها لك كذا تباهي كذا تجي كويس عايض أقول لك شيء يا حبيبي قول لا 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 حد يتعبني دقيقة تسمح لي بس تسمح لي طفش المعلن دقيقة عطل الحرفة يا بسيط عطل الحرفة أصبر 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 تسمح لي الحين مو بكيفك تسمح لي لا خلاص أنا ما أسمح لك تعلن ادرس يا أحمد كمل خلاص صالح بلوي عطنا قصيدة جيتون عطيت 9000 عطنا قصيدة صالح بلوي أبغى 9000 حقتي أسلم يا صالح بس اعطوه تحيه على التسويق اللي قبل شوي يستاهل اسلم يا صالح يا عايض رجالك يا عايض بعد ما تهدى عايض لازم تهدى لازم تهدى عايض يلا عايض اسلم نكمل مع الرجال الرجال هذا الله يشفيه عنده المعده تعبانه انت شفته هذا الزيت زيتون ان شاء الله انه يشوف لا تشخص حالته انت اعلان لا تشخص حالته ها انت اعلان على الهواء الحين لا تشخص حالته هو عنده مشاكل عنده شيء اعلن ان الزيت زيتون بس انت بس اعلن زيت زيتون لا تشخص حالك عطى مواصفات ايه الله هذا زيت زيتون عصره اولى يا سلام هذا زيت الزيتون من اصل الزيتون عصره اولى على البارد نسبه الحموضه عند التعبئه لا تزيد عن 1% ايش الفلتر تشريب طبيعي لا خلاص لا تقرا الباقي كمل كمل اعلان المهم ان زيت الزيتون هذا خالي من المواد الحافظه اصلي اصلي واثنين لتر ودرجة أولى هذا إذا خذيته ما تندم ما أبغى حلو لكن إذا خذيته ما تندم وعشان تصدقون بنجرب ذا الحين واللي ما يشتري لا بدي يحمسني هو على وطبعا ايوه سعر الشراء ترى رخيص مو بالي 140 وين نلقى الزيت زيتون 140 عزيزي يقول انا وش اسوي انا ليش اقصى السوق تاخذ 2 لتر تاخذه من اقصى السوق ب 500 600 صح صح هذا اصلي صالح لمده عامين 140 يا سلام العظيم طيب وين نلقاه عطنا المعلومات تلقونه في متجر عايد الحارثي الله تعطوا تحيه عايد الحارثي يستاهل لسه الاعلان دقيقه خلنا اوريك بسرعه طفش المشاهد اي نبغى بذمه وضمير يا عبد الرحمن وضح لنا لون الزيت نبغى نعطي للجمهور شيء ما ازهلني يا ابو علي ازهلني يا ابو علي مالك زيت زيتون في كوب ورق كيف اشوف اللون حلو حلو عايض حتى شوف يبين لك انه طبيعي محصور باليدين يعني بالجهاز شوف كانه عسل عايض حطه في كوب شفاف عشان يا حبيبي شوف لونه يا ولد ثقيل بعد ثقيل ما بخفي يعني ما في مويه مو مغشوش اصلي ذهب ذهب كانه عسل ذهب ينضاد مني حلو جرب يا عبد
هذا الإعلان صار خمس دقائق يا عايد خلاص. ها أول شيء طعم في حرارة شوي والريحة تنصاك وانت ما وصلته. أبو علي يستاهل الدعم. إيه. في المتجر أبو علي. دقيقة، أنت تسوق الزيت زيتون ولا بخور؟ أنت طيب شجون. أنا أنصح أبو مشاهدين ومتابعين إن يشترون من عند أبو علي زيت زيتون. يا سلام يا سلام يا سلام. بس بس بس. طبعًا أبو سعيد بس بعقب على شيء معين. يا قلبي أنا ودي إنك ما خليته يسوق. أنا كنت بشتري زيت زيتون. إحنا ندمنا بس يستاهل. بس إنه بعد التسويق حقها يمكن أنا أراجع نفسي. والله العظيم ايش رايك يا بن دنح؟ هذا 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 عدو النجاح. انا الله يوفقكم ان شاء الله في هذا الكيان اللي انت تسوونه الحاجات. طيب طيب الله يوفقك يا عايض، واتمنى اتمنى يا عايض اتمنى اليوم ممكن نقول مواصل ومرهق، اتمنى الايام الجايه انك يعني تعطي اول شيء تعرف المنتج وش وتقدمه بطريقه سهله يا عايض. دقيقه ابو سعيد ابو داح، اقول انا اعلنت مع ابو علي وشاهدت له ان ان شاء الله زيت زيتون كويس، فالنص بالنص بيني وبينه، ولا ينسون متجر فيه امور زينه، لكن هذا اخذ عني ابو علي والامور الباقي تلقونها في متجر. بس عاد الاسبوع الجاي ياخذه. يا سلام يا سلام. الله يوفقك يا ابو داحم، يوفق الجميع. لو سالتك يا احمد كيف تقنع المشاهد اللي قدامك بالمتجر اللي عندك وانه يشتري من المنتجات اللي عندك؟ والله يشوف المتجر اللي عندي صراحة أنا ما بقيت شيء ما حطيته في المتجر. سلام، ممكن تعطونا متجر أحمد حنيف على الشاشة نشوف شو المنتجات اللي عنده؟ تبغى مسك الختام، تبغى زيت زيتون، تبغى زعتر، تبغى مكسرات، تبغى عطور. عندي نوعين عطور، شركتين، فندر وشركة ثانية شيء بيلون اللي هي عطر أونز وعطر ستوري وعطر ريفال، ويعني جميع ما في ال. إيش يخليني أشتري من متجرك يا أحمد؟ ليه؟ يعني أنا أعطيك مثلاً، أنا أبغى عودة مثلاً مسك الختام، وأنا أتابع أحمد حنيف وأشجعه وأحبه وأبغى له الخير. طيب هذا متجرك بشتري واضح في الشاشة، وهذه المنتجات اللي عندك ما شاء الله تبارك الله. تقريباً كم عندك منتجات؟ كلها ما عدا زي الزيتون. يا سلام، فأنت تقول الخيارات متاحة قدامك مجرد ما تخش على المتجر. طب واختار. يا سلام. والله ما شاء الله ما شاء الله. أنت احتكرت صح منتج الأسبوع الماضي؟ احتكرت مرتين. مرتين ما شاء الله تبارك الله. تقريبا أحمد عندك حاليا 22 منتج. الحين شوفوا طريقة التسويق محمد بن دنعة كيف بيعطينا بموال ويسوق المنتج حقه والمتجر موال، يعني يقول اشتروا واطلبوا وعندك كل المنتجات بموال. أبهرني يا أخواني، يوم سمعني تحت الهواء أبهرني. يلي تبغى العود والمكسرات ادخل على متجر أبو دنعة، ادخل على متجر أبو دنعة، وفيه عطر لا تطيبت بيشمونه اللي آخر الحارة وبسعر زين. وبسألك يا أحمد، هل فيه تابية وتمارة ولا لقيت خصمها الحين؟ ما فيه، لكن الأسعار زينة وتقدر تشتري في أي وقت كان، وبنزل لكم زيت الزيتون الأسبوع الجاي، وجعلني والله في دواتكم. نفس الموال بس غير المقام، عرفت؟ كلهم المنتجات واضحة على الشاشة اللي في المتجر عندك. انزل اغير المقام. اي المنتجات على الشاشة. ايه المنتجات على الشاشة. طيب فيه مكسرات وعود فين ومسك الختام والزعتر اللي على البريك فاست. سلام. وانت رايح للدوام ولا للسكول ولا للجامعة. الله 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 ال
الله يعني موال بالعربي وبالانجليزي الله يا اللي تبقى مجموعة إنسان ما شاء الله ما قول ما شاء الله أذكر أنا هو يسولف معنا يقول باي ذا واي يعني الولد ثقافته عندي فرنسي بعد طيب أبعطيك جملة وإذا عرفتها لك جايز ها إنجليزي أحمد قرب عشان يغشك فاللي بيقول لك الجملة أحمد عطى أحمد جملة بالإنجليزي إذا عرفتها لك مني هدية تعطي هدية؟ إيه بس اسمع ما تقول له ووتر لا 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 إيه ما تقول له دور لا لا عطى جملة يعني أقول لك عطى مصطلح طبي الله 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 نعم لا لا شوف أنا تخصصي إلكترونيك أوكي قاعدك تخصص طيب يا مصطلح طبي سكابولا شو سكابولا يلا واحد سبعة أبقتني جيز طيب راحت عليك لا طيب. لا لا ما والله ترى ما في خلاص والله أنا كذب طارس الطيور بس ياك طيب كذب يعني شيء من فين اخترعنا إيش معنى المصطلح لوح الكتف طيب سهل إيش كونك أنت إرجع ترى طيب يا إخوان محمد جابر أنا من زمان أبغى أسمع صوت هذا الرجال وحبذا لا يكون طراق ولا فلكلور قبل لا نعلن الحصانة فلذلك أبو جابر أسلم أصدح هرحب غرد مرحبا ألف الله يبقيك تعال ارتاح مرتاح بشوف طراق اللي ودك المايك لك ساعدني يعني إذا يحافظها أنا معك سم والله المشكلة ترى غرد واصدح المشكلة اني ما احفظ في الطراق واجد والله يلا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 وان قلت لي خير فلا منك خيرا يا لا 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 وإن قلت لي خير فلا منك خيرا يا لا 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 نشايب ليش يا قدامي تمشي على درب النشايب امشي درب السهول إن كان لك عين تربها لا 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 النشايب ليش يا قدمي حديت في درب النشايب امشي درب السهول إن كان لك عين تربها الله الله وجهك صح صح الله وجهك أبو جابر وجهك ونقول حلو السلام عليكم أمطار مبروك على بال ما توصلنا الميزة المتغيرة نقول اللي حصل ها لما تختار الميزة اختارها اختارها بس انها وصلت شفت لو تأخر ثواني اخترت لا عاد يعني ممكن نطلع متسابق الى نهاية البرامج ميزة هم قالوا اختار ميزة بس انها وصلت طيب المركز الثالث اللي حصل معنا على الأعلى مبيعا المركز الثالث ولا الرابع كيفك تبي تشوف طيب لف الجوال بس كذا طيب المركز خلنا نبدأ من السادس ونقول بالسادس سلمان ملهي طبعا هذول الأعلى مبيعا سم يا أحمد كثير فلاح قاعد يقول شيء الخامس يعني. الخامس نادر العجمي المركز الرابع كلكم عيتوا منها فلذلك عبد الرحمن العزيزي أما بالنسبة للمركز الثالث هو شوي مزعج شوي بس أكثر أصمقنا عايض الحارثي
طيب المركز الثاني يا ترى معجبك احطوني. اما اللي حصل على المركز الاول والاعلى مبيعا، ولكن قبلها نقول لكم اعزائي المشاهدين اعذرونا ان كان قصرنا، استر ما واجهتوا، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه الساعه 10:30 في برنامج الاستديو في حلقه ان شاء الله جديده. والشكر موصول لك يا احمد الغامدي. ناخذ بس قهوتنا ومويتنا ونعطيهم الميزة. ضروري تبغون الميزة انت؟ انا اشوف تختارها يا عبد العزيز انت. طيب نقول الميزة المتغيرة، اذا كان فيه واحد من اخوياك غالي عليك يمديه يسير عليك زيارة صديق لك. طيب صح؟ طيب والشيء الثاني ها؟ حتى لو خذيتها ما هي مثل الزيتون احتكار، عادي نقدر نضيفها مره ثانيه. ها؟ هبوا له 5 ساعات، هبوا له جوال، هبوا له، شوفوه خلوه يطلع، خلوه يتونس. طيب يقدر ابو سعيد يمون. لا هي الميزه خلاص وصلت، لكن ان شاء الله نعوضكم الحلقات الجايه ان شاء الله نقدر نعدلها لكم. الميزه انه يقابل واحد من اخوياه. والميزه الاولى اللي هي يقابله برا الحصانه. سير عليه هنا. يسير عليه. تفضل يا ابو حميد. Yeah. ونقول الف 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 مبروك. ليش يا ويل حالي كل ما قالوا يا ابو عشق. الف مبروك يا بسام. الله لا يهينكم يا عيال، الله لا يهينكم، بيض وجيهكم جميعا كذا. ودك تجي تاجر خايف انك تغامر، خليك قد الثقة بجمهورك الحاضر. ودك تجي تاجر خايف انك تغامر، خليك قد الثقة بجمهورك الحاضر. البورصة جينا لا تقول وما جينا، قريب تاجر ندشنها بيادينا. هبنا كاتشب معك وهبنا مايونيز وهبنا اي شيء تلقاه في طريقك وعجبك شله. شفت شيء في طريقك وعجبك شله. نختار اثنتين. تلاقطوا تلاقطوا تلاقطوا. ليه؟ خليني عندي صوت انا. الله الله. اخو عبد الرحمن. يا ويل حالي. ناسي عمي مني. سهل يا ابو عشا. عمي بنسى انه معطيني صدق. ترى عيب عيب جرها كذا. خذ واحده واقرب لك. كلها سوى كلها سوى. كاتشب وينه؟ الكاتشب. كاتشب عندك. الكاتشب. كاتشب. هات الكاتشب. خذيت الزيت. استاذ. يلا فر 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 فر. اقول لك من الجوف من الجوف. قولها قولها قولها. ليه ما تقولها؟ بارد. من الجوف للجوف المتجري. تعبان. يا ولد لا. بس اترك هذا واشرب منه. فك اثنين. ها صب اثنين غازياتها على الفاضي. صب الله لا يهينك يا ابو سعود. والله ما صاير جب بدال. اصلا بدال؟ لا لا كجب صار. هذا هني. كم كم؟ لا انت يا ابو سعود. اصبر اصبر. يا ربع من اللي ما جاء بيبسي؟ انا. ما جاء جاء بيبسي. جاني عندي. السلام. 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 شكرا. اللي ما جاه بيبسي. انا ها انت نظف عمرك. لا نظف عمرك. لا صب لنا هني. صب لنا كاتشب هني. صب اللي ما جاه بيبسي. يا الله عايف جاك بيبسي. لا ليش ما تتكلم؟ ما كنت مشغول وادي دليل. هات
حطها بالسندويش. يلا يا شباب يا شباب يا شباب يا جماعة يا جماعة يا جماعة. يعني من اللي ما جاه مشروب من اللي ما جاه مشروب من اللي ما جاه مشروب. أوه. من اللي ما جاه مشروب. آسف. بسم الله عدو. يعني يعتذر بالي. من اللي ما جاه مشروب. إيش؟ ها والله ما عاد أقول. تاتك ما تبلي. والله ما تشمه. آه يضج. أنا استغفر الله. ليش ما تتكلم أنا من اللي ما تكلم ها أنا قاعد أتكلم كله من اللي ما تكلم أنا عدوني. إيه صحيح فلا تحط الكاتشب كده. انجح بالطاقه ها شكيكو لو انك فكيت رجع سوي زي كذا رجع انت كم مره انا زياده على البال علم نفسك اساس الله تصدق ان بابا يحبك بقوه الو جدا طب لي شويه عشان اروح اصل عمري والله علمكم يا الله علمكم ان شاء الله مرحبا الحمد لله ألف مبروك أبو عشك تستاهل 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 تستاهلون كلكم اللي أخذتم مراحل تستاهلون أنت شفت ثاني شيء هذه عوايدك أبو عشك المراكز الأولى معي الزود وأنت بس سامعين ثاني شيء خلاص يا البد بسي الحمد لله السلام دنع أهتد أهتد أبو عشك مرحب والله 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 انها دقه ما حد انتبه هلا والله اني منتبه من اول يوم هنا والله خلنا نشوف رايك ايه خلنا نشوف رايك ثاني مره والله يا ابو عشك والله احنا لو ما انتبهنا بعيوننا ننتبه بقلوبنا نبقى قلبك يا ابو سعود قلوبنا صوم ترى انا ما صحصحت الا قبل شوي باق باق مخلي لك اخ العيال ما دريت مخلي لك ارجع اخ العيال شلون تظن من الجاسين وشو حاول تهبها يعني ها تبي اصب اصب خلاص خلاص اضحك والله والله ما تقول لي والله هد 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 انا حلف هد هد والله والله إمكانك على راضي يفسك لا راضي على راضي يفسك إمكانك على راضي يفسك لا راضي لا أنا أقول إمكانك على راضي يفسك راضي لا ولد عمرك عرف اللحيتك ولد أخوي عرف اللحيتك عرف اللحيتك أنت وجهك أول مرة أشوف وجه رمح قلب وجهك هناك أرصك على عينك يلا سلمني حلو ولا أسمع حرف الله نار الله يجعلها بالعافية يا إخواني عشوا رجع العقال في راسي هذا من كاتب لا لا هو هو لا اعطني كاتب قبل اسوق الصوم ذي على راسي فيني عيب لا لا فيني عيب لا هيا تعال طيب عطني فيني عيب يا اخي لا يا ولد فيني عيب اعطي هذا انا امد ايدي يا ولد صاحي انت لا انجبك والله اني قايلها من امس يرجع وش هي؟ ما ادري في في قالوا انك تجين قلع العمليه ما ادري ايش السالفه لا ترى الهوس لا جايبين حركات جديده سيدي وسيدك مكيف له يومين طافي والله اي سبب ضغط تقهو تقهو هادي الله يشرفك عين خير يا زين يا مصاري شوف هي النقاط اللي تعاونها قاسمه يا اخوان عادي كثير انا شيء لا لا كل ترى ما راح احد ياخذها هذا بالعافية. تجد العافية. شو فيه؟ طالب. شو
ايش فيه بتموت؟ تعالوا تعالوا يا صالح اجينا كاتشب عشان يا وحتي يا حبيب قلبي ما ادري انت تبشر لي ولا ايش هذا رقم سخي يا اخي سوى كذا وانا انظر فيه انظر فيه قاعد يحسبني ايش اللي واسوي كذا هو يسوي كذا ترى ذا مو كتشب صلصة مو كتشب مو طعم كتشب كتشب ها صاحب لوي اسمه كتشب ناصر وينك من اليوم كاتشب يا كاتشب ما يجي له كذا لا لا اصلا هذا اصلا جيرانه برتقالي صح شيء كاتشب جبال ايوه زي كنا قريب من برتقال ايوه انا واحد انا بس هذا 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 اللي حطها كاتشب بلا قرب من البلس يا ابو صلوح هات ما نزل الله يسامح الله يسامح الله يسامح اللي حط على هذا الكتب لا لا هذا الكتب التهم التهم ليه؟ ليه يا صالح يا صالح تراني أحبك يا صالح أبو يوسف أخذ شيء صار لي بالرابط أنا أضحك قد في تسليم على طول ليش صار ما تشوفني بعد نسقني هاد والله العظيم بعد بعد ما صار معها لا نفس بالبلا اعطيت البيبسي ابو جابر تدري كيف نسولف بالاشاره عنك عنك تسليمه اشتد اجل سلمني نو ما عاد يجوا يا قلبنا اطفال الحين كل واحد يسلم الثاني والله انه عيب عليكم رب الكعبه يعني كلام محمد بن عمس والله انه عين الصور صادق صدق انا والله هات كوبك يلا انا والله مسجيني يعني اي خدمه يا رجل سلمني يا سلم هذا حمد ترى مشكلتنا الجمهور يصدق ترى يصدق ما يدري انك تمزح لا انا الحين اقول صدق لا والله العلي العظيم انها تمزحون اكثر كلكم تمزحون ايش الصدق اللي قلته؟ لا قصدك نادر الله بالعافيه يا اخي الله ما ادري يعني انا كان عند قد عندكم حركات سلمني اسلمك حتى صالح سلم قد يسلم ما اي ما ادري ايش السالفه علمتكم خلونا نرجع الرسميات شوي ما نجاب الفكره هذه يا محمد لمون على بعض زياده بدت من عندكم من هو الواحد سلم قلت اسمه احنا هو جميل بدت من عندكم لا والله يعني نقاطعهم والقطاع هادي جافة عندكم يعني نقاطعهم السينمات كانت بين والترين بس هذا القطع ونقطع ده وعممها ها؟ بعدين صار عنده مستوى عالي ما عاد بس على المتسابقين يتفنن فيها صار يوزع صار يسلم حتى ال رتم عالي أكثر شيء في التسليمات صح؟ حتى الطاولات أنكتب في مضات تلفزيون قام نحط من الكتشف إلى ما المدى اليوم سلم تسليم محترم ألف أمه الله يعظم المشكلة
خلي الموقف. ايش قال؟ يعني انا قلت شيء ما اقول سؤال حالي. ما اغير بس انا ابغى اتاكد. قلت شيء انا. يا مرحبا يا شيخ، مرحبا ومسحب. والله في تلطيم جوا ولا؟ سولفوا سولفوا. ها؟ سولفوا. شعورك وأنت الآن كمتسابق وأنت أمس كناقد؟ المشكلة في الفقومة. فقومة؟ هو ذا باقي في زاد. شعور مجاز. لكني أحس أنك في التقديم بتكون أفضل لو قدمت الفقرة. كسيطر على الآراء ووجهات النظر. هي الحياة تجارب. بكرة ولا متى اليوم أنت معهم؟ أجلس للتقديم. في التقديم إن شاء الله إذا نحن معهم ذا اليوم وبكرة وبكرة وإلى ما لا نهاية. كفو والله كفو ودنا كفو كفو. أهم شيء أنك عديت المحاور ضبط أمورك. عديتها 15 محور والله. إذا الله وجهك. أنا والله إني قد عرفت إنك داعي والله قد توقعت. الحق حق. الله وجهك. يوم يقال لف دوران لطم. إذا تشخص بعرف فيه علم. هذا البرنامج